البحر مهنة شاقة. البحر يعني لي برشا حاجات، البحر خبزة صغاري، البحر نرتاح فيه كمهنة، برشا حاجات البحر يعني كي نخرج البحر نرتاح. من جدي خدينا الخدمة هذه من جدود جدودنا، أنا من قبل احنا بحارة في العائلة، كنا تربينا من البحر وقاعدين في البحر وديما في البحر إن شاء الله. اي البحر كل نهار وقسمه، ساعات نرمو نخسر طعام ب 400 500 دينار طعام، ونرمو السونار ما نجيبو شيء. هكي هي البحر، مره فوق مره لوطه، يلزم يرضى الانسان بقسمه. كان بالنسبة للخدمة نتاعنا احنا السونار، ناخذوا الطعام قبل بنهار نحطوه في الفريجو، سرتو الميسر هذه الطعام نتاعنا هو قرنيت وبوغيل وشوباي، ناخذوا طعام قبل بنهار، من غدوة نبدو نطعموا الصباح، نمشوا نرموا السونار نتاعنا ونرجعوا للبورت نروحوا. من غدوة نوضوا صباح بكري نمشوا نلكتوا السونار نتاعنا ونروحوا العشية. بالنسبة للأسماك القرش في جربة تعنيني ثروة سمكية كبيرة ياسر بالنسبة لي كمهنة في البحر، أعز مهنة معنا اللي نحبوها، احنا أغلب الصيادة نحبوها خاطر فيها فلوس، هي سيزوني مهاكي، هي سيزون هاكي نخدمو على عام كامل، ويلزمنا زادة وممتون نحافظ عليها، سرتو هي ميلادها تبدأ في جويليا، كي تدخل الجولف نتاع جابس الميلاد نتاعها، يلزم في الشهر هكا تعمل الدولة قانون ما نصطادوهاش باش تتكاثر. حنا المهنة صعيبة ياسر، مهنة البحر صعيبة وشاقة، وكما نقولوا تعب فيها ياسر، هاكم خرجتوا معانا وشفتوا كيفاش نتعبوا، معناها نمشوا قبل بالنهار ونرجعوا من غدوة. أنا الميساج اللي نوصي كل بحارة نتاع تونس كاملة للحفاظ على الثروة السمكية خاصة،
خاصة الكلب القرص الأنواع هذه قاعدة وتقل عام أقل من عام، ماذا بينا نحافظ عليها؟ معناها منصطادوها في مواسم معينة، وقت ميلادها ما نصطادوهاش، نركح عليها شهر بعتلي نصطادو بشوي بشوي، معناها ما نصطادوهاش في الأوقات الكل، في معناها على طول العام. بالنسبة للبحر في جربة ياسر معنا التلوث، خاصة من محطة التطهير اللي تصب ديركت في البحر، المصبات العشوائية، الفوسفوجيبس متاع جابس، العقرب اللي جتنا جديدة هذه هي مورد رزق بالنسبة لبرشة بحارة ونقمة بالنسبة للبحارة الأخرى اللي تخدم بالشباك. بالنسبة للبحر الضرر 50%، 50% الضرر البحر، خاصة المصبات العشوائية، من الكيس، من كل شيء، معناه من تلوث ياسر رجع في البحر. أنا بالنسبة لي قعدت حاجة واحدة في بالي من جراها التلوث ومن جراها العقرب هذه، مرة رميت شباك متاعي معناها في وسط البحر، جيت مغدو باش لقيتهم كيما الناس الكل، ما قديش نقيمهم بالروز الوسخ اللي فيهم، ما قديش سلمت فيهم وروحت، خليتهم وروحت، ما عادش نقد نقيمهم كثرة الوسخ، معناها ما عادش قديت نقيمهم، صرتوها العقرب الجديدة هذه راهو بالنسبة للشباك كارثة ياسر. ما عادش نقدروا نخدموا بالشباك، قبل صحيح نخدموا بالشباك وكل شيء، مي توا صنار القناء اسهل من الشباك بياسر، نخسروا في الغزل، نخسروا في برشا حاجات وما نصوروا حتى شيء. انا بالنسبه لي كبحار، البحر ما نسلمش فيه مهما صارت لي برشا مشاكل في البحر وبرشا خسارة وكل شيء، مي تربينا وعشنا ورعرعنا من البحر هذايا، ما قدش نسلم فيه.